بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية السيد محمد أمين الحوت جي إل سي استاذ الحضور بالكامل، بستأذنكم الأول إن أنا مش عايز أتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز أتكلم في حاجة يجب إن احنا كلنا نحط الضوء عليها، نسلط الضوء عليها، لأن حاجة يعني أسعدتنا جميعا كعرب، حاجة شرفتنا كلنا كأمة عربية. بستأذنكم ان احنا اول نقدم التهنئة. التهنئة الحقيقة من القلب. دي تحية واجبة للمنتخب المغربي. كمان عايز اهنئ دولة قطر. دولة قطر الشقيقة اللي ابهرت العالم كله في تنظيم البطولة. حقيقة قطر قدمت مستويات رائعة في كل حاجة. كل حاجة معمول حسابها. من اول ما تحط رجلك في الطياره وانت رايح لقطر لغايه ما ترجع، كل حاجه معمول حسابها، معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقه. ويمكن ده بيخليني اقول بكل وضوح ان قطر صعبت المهمه على اي دوله هتنظم كاس العالم بعد كده. اللي حصل الفتره الاخيره دي في قطر هيصعب المهمه اللي قدمته قطر للعالم كله، هيصعب المهم على اي حد ممكن ينظم، اي دوله ممكن تنظم كاس العالم. لازم تدرس اللي حصل في قطر وازاي تدرسه عشان ازاي ان هي كمان تعمل زيه. الحقيقه قطر من خلال كاس العالم قدمت صوره مبهره عن دوله قطر للعالم كله، العالم كله بيتفرج على قطر دلوقتي. هنا عايز اهنئ كل المسؤولين في قطر، على راسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر، والحكومه القطريه اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي يقدموا قطر للعالم بصوره غير تقليديه، بصوره يعني حقيقه تشرف الامه العربيه كلها. مع ان كمان الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني رئيس الاتحاد القطر لكرة القدم على مجهوده اللي انا لمسته عن قرب، الحقيقه الراجل ده ما كانش بينام لغايه ما الدنيا توصل للمرحله اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقيقه انا سعيد جدا بقطر والمغرب، واعتقد ان كلنا سعداء بيها. الناس الحقيقه قدموا حاجه فعلا تشرف الكره العربيه، واثبتوا كمان على ارض الواقع مش بالكلام، أثبتوا على أرض الواقع إن الدول العربية قادرة على إثبات وجودها في أي وقت، وقادرة على المنافسة فنياً وتنظيمياً، وقادرة أيضاً على أنها تقدم الأفضل. والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل، الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله.